إذا الرواق الأول الجزائري منصف بلمان المعول عليه كثيرا إن شاء الله ضمان ميدالية أخرى، وممثل السيشل بالرواق الثاني روسي سامويل، أما المرتبة الثالثة أو الرواق الثالث من ناميبيا رونان زوبرغ، والمغربي أحمد سامي، وكذلك المغربي الآخر في الرواق الخامس أحمد ياسين، أما المصري شيميس محمد في الرواق السادس، والرواق السابع من بوستوانا أدريان روبينسون، وممثل أنغولا في الرواق الثامن من أو دانيال فرانسيسكو. أغتنم فقط فرصة وجود السيد مصطفى العرفاوي. سيد مصطفى العرفاوي مرحبا بك، احنا نقول لك ميدالية ذهبية تحصل عليها منصف بلمان، وزاد لنا ميدالية عشية اليوم، وننتظر منه اللحظة أنه إن شاء الله ميدالية أخرى السباق على الصدر. والله نتائج جد إيجابية وإحنا منتظرين ميداليات أخرى إن شاء الله. يعني كيفاش تشوف السباحة الجزائرية وخاصة منصف بلمان هذا الشاب الواعد؟ هو فيه حد كبير وإن شاء الله يفوز، وأنا عندي أمل كبير معه، لأنه أنا أكيد أنه هو يبذل كل المجهودات اللازمة باش يحصل على أحسن النتائج، ومستواه مستوى جد عالي ومستوى دولي، وما زال شابين أخرين إن شاء الله يواصلوا. إذن نظن منصف بلمان المغربي والذي تحصل على المرتبة الأولى، المرتبة الثانية للمغربية الثاني، أما بلمان اكتفى بالميدالية البرونزية السيد العرفاوي. هو اكتفى حقيقة، وهذه نتيجة إيجابية بالنسبة للمستوى، وعلى كل هو مازال مستوى جد عالي ومستوى دولي، وما زال عنده حدود إن شاء الله كبيرة في المشاركة قبل إن شاء الله البطولة الأفريقية، وفي كذلك دورات دولية في آخر السنة والسنة المقبلة، في أمل كبير. سيد العرفاوي، إحنا نغتنم فرصة وجودك معنا، وانت عراك ضيف شرف الاتحاد الدولي للسباحة، تشوف أنه مكسب من هذا العتاد الذي هو متواجد على مسبح المركبة الأولمبي 5 جولة.